أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. انتهت جلسة الحكومة والبرلمان إلى اتفاق بتشكيل لجنة من الهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية أيضا، بإضافة إلى رئيس الحكومة وأعضاء من الحكومة، لإيجاد حلول لمشاكل الكهرباء والنفط وعرضها من ثم على المجلس لترضي المجلس أو لربما يتخذ المجلس إجراءاته. معي في الاستوديو الأستاذ أو الدكتور محمد الشرفي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي النواب والشورى ورئيس كتلة العدالة والبناء في البرلمان الآن. مرحبا بك دكتور. قبل ذلك دعنا نتابع هذا التقرير. يمارس مجلس النواب مهامه الدستورية في استجواب حكومة الوفاق التي تحمل بين ظهرانيها عثرات 3 أعوام من الأداء غير المؤسسي، خلف وراءه قصورا واضحا في أداء مهامه وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن في بلد لم يعد يتحمل مزيدا من الانفلات والإهمال وانعدام المسؤولية الوطنية لحكومة لا تحتاج إلى مبرر لاتهامها بالعجز والفشل، فقد أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وعدم توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وأمن، وأخيراً عجزها عن توفير المشتقات النفطية، ناهيك عن فشلها في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والحد من الفساد وإثبات وجود الدولة بمؤسساتها. يذهب النائب عبد العزيز جباري في قوله: لم نسمع عن أداء حكومة ودولة، ولكننا سمعنا عن لجان وسلطات وسيارات تحكيم ودفع مئات الملايين هنا وهناك، فيما يورد النائب عبد الله المقطري بعض الحقائق في الجانب الاقتصادي حسب وصفه والتي لم تجد تحسنا البتة. فما هي نتائج استجواب البرلمان لحكومة الوفاق؟ هل آن لليمنيين أن يأملوا بتحسن أوضاع البلاد واجتثاث بؤر الفساد، أم أن حكومة الوفاق تقف على مرمى من إقالة؟ أليس من العيب أن يتراشق الوزراء فيما بينهم تاركين البلد بين إهمال في أداء الواجب المؤسسي والصراعات السياسية؟ هل سيقف ممثلو الشعب وقفة جادة مع الحكومة في مساءلتها، أم أنها ستكون مسرحية أخرى تدار في الأروقة السياسية ويسوقها الإعلام كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحنا؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور، كان لك تعليق على التقرير وقلت أنك لن تقول أكثر من هل تجد أن عجز هذه الحكومة لا يحتاج إلى دليل إضافي؟ والله الحقيقة، أولا اسمح لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لقناتكم الرائعة والمتميزة في أدائها، وخاصة في هذا البرنامج الذي نتابعه والذي يعني يطرح كثير من القضايا ذات الشأن المهم، ولا تفوتني فرصة أن أهنئ الأخ رئيس الجمهورية بعيد الوحدة أبناء الشعب اليمني بالعيد 22 من مايو الذي يعد منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين. نعم. واستطاع كل المخلصون بهذه الخطوة العظيمة المتمثلة في الوحدة أن يجسدوا ويحققوا الآمال، بل كانت من قبل ذلك أحلام صحيح تحققت على واقع الحياة، وأصبح اليمنيون لحمة واحدة وجسدا واحدا، وهذا هو ما يعني يوجبه ديننا ويعني قوميتنا وعروبتنا، ويعني باعتبارنا تحت سقف واحد وفي إطار وطن واحد. نعم. ثم بخصوص الجلسة وبخصوص ما تم الاتفاق عليه تشكيل لجنة، ثم اسمح لي قبل أن أتحدث عن ما تم اليوم وعن ما تم التوصل إليه، اسمح لي أن أقول أن مجلس النواب كما هو معلوم يمارس سلطتين أو صلاحيتين، صلاحيات تشريعية وصلاحيات رقابية.
أما ما يتعلق ودعني أركز على الجانب الرقابي والمناسبة التي يعني جعلت المجلس كسابقة يتولى الاستجواب للحكومة بكامل أعضائها. يعني هذه مسألة، أنا في مجلس النواب مدة 20 عاما لم تشهدها يعني، ومن قبلها كذلك، يعني منذ أن يعني وجد النظام الديمقراطي والانتخابي والتشريعي في اليمن لم يسبق أن طلبت الحكومة للاستجواب مثل ما حصل. طبعا هذا الاستجواب لم يأتي صدفة ولم يكن اعتباطا، بل جاء انعكاسا لما يدور في الشارع ونتيجة للهموم التي يعاني منها كل مواطن. ولم أرى التئاما ويعني انسجاما بين أعضاء مجلس النواب بمختلف تكتلاتهم وتكويناتهم مثل هذا الاتفاق على هذه المسألة الجوهرية، وهذا الأمر الجلل الذي اتفق عليه والمتمثل في الاختلالات ويعني تفاقم الأمور على مستوى البلاد. بالحديث عن اتفاق جميع الكتل، معي عبر الهاتف الأستاذ زيد الشامي رئيس الكتل البرلمانية للإصلاح. أنت ربما تابعت كلمته اليوم، ربما كانت مفاجئة. نعم، كانت تابعنا ساخنة جدا وتحدث بإسهاب يعني. لكن كلمته من حيث المبدأ تحدث لم تخرج أو كانت في نفس الإطار الذي تحدث عنه غيره. صحيح. في مقدمتهم الأخ سلطان البركاني جميع الكتل، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام، وكذلك الأخ زيد والأخ عبدالله المقطري كما سمعنا ناسل. وغيرهم. نعم. كان الكل يعني مداخلاتهم وحديثهم يصب في اتجاه واحد ويخدم قضية واحدة، كلها تصب في الحرص على أن ننقذ، حقيقة أقول ننقذ يعني البلد من أن تقع في مشكلة وفي هاوية. نعم. وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. نعم. والجانب الأمني. نعم. والآن نعم. معي الأستاذ زيد الشامي، وأود أن أوجه له بعض الأسئلة. أستاذ زيد تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اطلعت على كلمتك المطولة والكثير من الأشياء يمكن قراءتها أقرأه فيها، من ضمن ما لفت انتباهي هذه الجملة، وقلت الشكوى ممن بيده القرار ضعف غير مقبول، وما هكذا تكون المسؤولية. أعتقد أن هذه الجملة صريحة تحمل الحكومة القيام بواجبها. نعم نعم، أولا شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم. نعم. وأنا أتابع ما يتحدث به بأنه المجلس وقف بمسؤولية كبيرة إذا الأحداث أو الأزمات الموجودة في البلد، سواء كانت يعني بدوافع إما سياسية أو بتقصير من قبل الحكومة أو بأي شيء. ويعني المفترض طبعا أن الحكومة لا تظل متفرجة على الأوضاع وأنها يجب أن تتدخل وأن تعمل شيئا، لكن كان من الواضح أنها يعني لا لم تقم بالواجب الذي يجب تقوم فيه. نعم. أستاذ زيد، أنت أشرت إلى بعض الأشياء وكأنك تقول للحكومة اتبعي هذه الإجراءات، أنا هكذا فهمتها. أشرت إلى المشكلة النفطية، مشكلة التقطعات الكهربائية، وأعتقد أن مشكلة النفط بالذات أنت أشرت إلى المرتبات الموازنة. نعم. وقلت أن أغلبها وهميون، كما ذكرت أيضا المرافقين والصرف الباذخ للحكومة والحراسة، وكأنك تقول على الحكومة أن تحسن من مواردها من هذه الاتجاهات وليس من خلال ربما فرض جرعة اقتصادية. هل هذا ما أفهمه؟ هذا بالضبط بالضبط. يعني هناك في الحقيقة الحكومة كما شرح وزير المالية أنه بالنسبة للضرائب ارتفع يعني مقدار الضرائب بشكل كبير، بالنسبة للجمارك أيضا يعني ارتفع أيضا تحصيل الجمارك بنسبة كبيرة عن السنوات الماضية، ولكن تبقى مشكلة النفط، تناقص الكميات
والسبب ضرب الأنبوب وعدم اتخاذ أي إجراءات. يعني يجب أن تكون الأولوية اليوم للمحافظة وحماية الأنبوب وأبراج الكهرباء، وبهذا نحن سنوفر مبالغ يعني كبيرة جدا جدا ستحل لنا كل الإشكالات التي أدت إلى هذه الضائقة الشديدة. نعم، أنت تجد أن بعض الإجراءات، حفظ الأنبوب، حفظ خطوط الكهرباء، تحسين الموارد، التقشف. الباب الأول الذي هو مرتبات ما في حكمها، هذا فيه يعني تجاوز كبير، ونستطيع أنه نوقف هذا التجاوز، لأنه مع الأسف هذه سواء كانت أسماء وهمية أو مكررة أو أشخاص يتسلمون مرتبات بأسماء معينة. يعني جرت العادة أنه فلان يعطوله 100 راتب والثانية أخذ 200 و400 و500 وأكثر و800 و900 وربما 1000. طبعا هذه يعني يجب أن يتوقف هذا النزيف. نعم، وبهذا نكون قد وفرنا يعني مصادر دخل للدولة، إضافة إلى الوحدات الاقتصادية الفاشلة، وهي كثيرة، مصانع وشركات ومؤسسات وهيئات. يعني على سبيل المثال المؤسسة الاقتصادية اليمنية، يعني ليس من المعقول أن تظل هذه المؤسسة التي تتاجر في كل شيء ثم تخسر. أيوة نعم أستاذ زيد، لأجل الوقت، أنت قلت لماذا يخسر القطاع العام ويربح القطاع الخاص الذي يعمل في نفس المجال؟ أنا أعتقد أن كلمتك هي ليست كلمة زيد الشامي فقط، وإنما أجدها كلمة الإصلاح. أنتم في المشترك كنتم قد دعوتم إلى مؤتمر وطني أو لقاء موسع كما فهم من البيان لإقرار معالجات للوضع الاقتصادي والأمني، لكن أجد أن في كلمتك أنت ربما رؤية للإصلاح واضحة، تقول حسنوا من مواردكم، حافظوا على أنبوب النفط، نحن ضد أي إجراءات قد تمس المواطنين من ضمنها الجرعة الاقتصادية. هل هذا خلاصة ما تريد قوله؟ نعم، لأنه هناك من طرح حتى داخل المجلس أنه ارفعوا الدعم عن المشتقات النفطية. أنا أعتقد أنه حتى لو تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية والأمور الأخرى لا تزال بهذا الشكل، لا يمكن أن تحل المشكلة. دائما تطرح مصفوفة من الإصلاحات، ويعني يختار الجانب الضعيف المتعلق بالمواطن. نعم، المفترض اليوم أن نبدأ بإجراءات تتعلق بالدولة وبالحكومة. نعم، لكن أستاذ زيد، هناك من يقول أن هذه الحكومة هي حكومة الإصلاح. الآن أجد أفهم منك أنك بإمكانك أن تتخلى عنها، أو ليس أنت زيد الشامي الإصلاح، إذا لم تقدم على إجراءات تقشفية، حماية أنبوب النفط، الكهرباء. وكأن الإصلاح يوجه رسالة لهذه الحكومة، يقول أنا لن أوفر لها الغطاء السياسي إذا ظلت عاجزة عن القيام بواجبها. والله الإصلاح هو مشارك عنده 4 وزارات. نعم، وأنا أعتقد في يعني أقصى الاحتمالات ممكن الإصلاح يسحب الوزراء الأربعة ويجعل الآخرين يتحملوا المسؤولية. هو يعتبر، نحن نعتبر أن دخولنا في الحكومة هو نوع من التضحية ونوع من المشاركة، وليس محاصصة وليس حصول على مقاعد أو أماكن. نعم، هي عبارة عن تضحيات. وأنا أعتقد أنه يعني وزراء الإصلاح يعني نماذج ربما يعني نعتز بهم أو راضون عنهم. يعني أستاذ زيد الشامي، فكرتك واضحة. لكي أكدها فقط للسادة المشاهدين، أن زيد الشامي يرى أن على الحكومة القيام بواجبها في حماية أنابيب النفط، حماية أبراج الكهرباء، التقشف، تحسين الموارد من المرتبات. أيضا هو ضد أي إجراءات اقتصادية تمس المواطنين ما لم تبدأ الحكومة في مثل هذه الإجراءات، وإن سيضطر الإصلاح إلى سحب وزرائه من الحكومة. أستاذ زيد الشامي، نعم، هذه وجهة نظري الشخصية، أكد أنها وجهة نظرك الشخصية. زيد الشامي، رئيس الكتل البرلماني للإصلاح، شكرا لك. دكتور محمد الشرفي، وأنت ضيفي العزيز الكريم، ربما تابعت ما تقوله الكتل. نعم، كيف قرأت أولا ما قاله زيد الشامي الآن في هذه الحلقة؟ لا، الحقيقة سأبدأ كلامي من حيث انتهى الأستاذ زيد الشامي. نعم، فيما يتعلق بوضع حلول ومعالجات لأهم القضايا، قضايا يعني ما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية ومشكلة ضرب الأنابيب والأبراج الكهربائية ويعني غيرها من المشكلات الأمنية بمختلف جوانبها،
والمشكلة الاقتصادية أيضا برمتها، في تقديري أن هذه المسائل كلها محل اهتمام مشترك جميع الكتب، محل، وهذه ميزة عظيمة وميزة كبيرة، ويمكن أن نتوصل في نهاية المطاف إلى حلول إن شاء الله، يعني إذا حسنت النوايا عند الجميع سواء في إطار مجلس النواب وهي حسنة إن شاء الله، وكذلك من الجانب الحكومي. يعني هناك توجس ومخاوف من أن من ضمن هذه المعالجات سيكون رفع الدعم على المشتقات النفطية. دعني أقول لك بأن هذه قضية مؤرقة، أنا كنت وزيرا في حكومة سابقة والمشكلة هي يعني مشكلة دعم المشتقات النفطية بما يزيد على 640 مليارا، هذا المبلغ المهول يعني، وهذا هو الذي حقيقة يعني، وإن كنت أنا وغيري ما أظن أن أحدا من أعضاء مجلس النواب يوافق في هذا الظرف على رفع مليم واحد أو ريال واحد. يعني هناك إجماع على عدم الرفع. نعم هذا هناك إجماع من مختلف المكونات. يعني فوق بلوى الحكومة وضغط الحكومة. الاستزادة الطين بلة إذا رفعت. نعم هذه مشكلة. أيوة نعم، مع تقدير الجميع بأن الوضع الاقتصادي متدهور، ولا أدل على ذلك ما سمعناه من وزير المالية تكلم عن أرقام ومؤشرات مخيفة ومقلقة جدا. كذلك ما يتعلق بالجانب الأزمة في المشتقات النفطية، طرح الأخ وزير النفط بأن أبرز مشكلة هي ضرب الأنبوب. ضرب الأنبوب هذه تحدث عنها وزير المالية وتحدث عنها وزير النفط، لكن أيضا قال المستحقات المطلوبة لوزارة النفط من وزارة المالية يعني هذه لم لشركة النفط لم لسدد العجز وبالتالي لتمكن الوزارة من شراء مشتقات جديدة. يعني هذا هو هذه الفكرة المطلوب. لكن دكتور وأنت برلماني وزير سابق، هناك الكثير من السياسيين والصحفيين المتابعين لذهاب الحكومة إلى البرلمان قالوا أن الحكومة لم تذهب مجتمعا وذهبت كوزراء، لا أنت معي بهذه الفكرة؟ لا هذه ليست حقيقة بل العكس تماما، يعني كل واحد يدافع عن نفسه. جاءت وزير الداخلية يقول أنا وزير الداخلية هذا اللي علي، وزير الدفاع يقول هذا اللي واجبي، وكل وزير دافع عن نفسه، وليس هناك دفاع مشترك عن كأنهم حكومة يعني منسجمة مع بعض أو تعمل مع بعض. يعني هل لمس هذا الإحساس؟ حقيقة يعني في بداية السماع إلى إجابات الحكومة بدءا بكلمة أو يعني رد الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي أكد على أن الحكومة هي حكومة توافقية، ولم أكن على حد قولي ولم أكن أنا الذي قمت بتشكيلها. صحيح يعني شكلها أيوة، وإنما هي يعني بالتحديد هي حكومة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك وشركائه. صحيح نعم، وبالتالي فإن نجاح هذه الحكومة في أي جانب من الجوانب هو نجاح للجميع، وإن فشلت فالفشل سيعود مرده على الجميع. هذه مسألة يعني من المسلمات. أنتم في العدالة، أنتم في العدالة والبناء. أيوة إلى أي أقرب؟ إلى أي اتجاهات أقرب؟ ليس لكم علاقة في هذه الحكومة. ليس لنا علاقة وليس لنا عضوية فيها. لكن يعني أجدك تتكلم بمسؤولية وكأنك طرف مشكل لها، كأنك المؤتمر المشترك. لا أنا أتكلم من باب الحرص يعني على أن ندرك جميعا بأن لا نلقي اللوم على طرف دون طرف، بل المكونات السياسية التي يتكون منها هذه الحكومة هي مسؤولة بجملتها، وبالتالي يعني الأطراف السياسية التي أتى منها الوزراء. نعم يتحملوا مسؤوليتهم. وبالتالي أيوة نعم، حتى لا ترمى يعني هذه حقيقة يعني، بصرف النظر عما نجد أن وزير النفط مثلا يلقي المسؤولية على يعني وزير المالية بأنها كذا، والكهرباء تقول أنه ما توفر لنا النفط وكذا، لكن حقيقة إذا شخصنا المشكلة سنجد أن الكل مسؤولين، فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية. نعم
من كان صاحب سلطة فهو مسؤول. يعني هذه هي الحقيقة. إضافة إلى أن الحكومة هي قبل مسؤولية تمام. هذه الحلقة وقبل أن يداهي من الوقت. نعم. توقعاتك للمقترحات التي يمكن أن تخرج بها اللجنة المشكلة من هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل مع رئيس الحكومة وأعضاء من الوزارة. والله توقعاتي أنا يعني أشتقيها وأستمدها من 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 ما نراه من تماسك وتآزر وحرص على يعني المصلحة العامة وعلى الخروج بالبلد إلى بر الأمان. نعم. وأن تزول هذه الأزمة القائمة في كل موضوع أو في كل قضية من هذه القضايا التي نعاني منها أبناء الشعب. يعني إذا نعم. ظل التماسك والتناغم بين الكتل البرلمانية يعني والمجلس بأجمعه على هذا النحو سنتوصل إلى حل إن شاء الله. وأعتقد وإن كان هناك صوت يعني له ثقله يدعو إلى أن تتخذ الإجراءات التي هي من صلاحية المجلس والمتعلقة في سحب الثقة، هذا نص موجود وتضمنه الباب المتعلق بالاستجواب. هل هناك الكتلة في حال إذا لم يكن مقنع؟ نعم يحق للمجلس. أنا لا أتوقع، الكل حريص يعني على أن تصير الأمور وتنتهي بحلول ومعالجات جماعية. وهذا ما أؤكد أيضا، أنا أرى أن لا بد من وجود من اتخاذ قرارات جماعية من المجلسين، مجلس النواب باعتبار أن أعضائه يمثلون الشعب، ومن الحكومة باعتبار أنها السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ بإيجاد حلول. نعم إذا تم هذا اللقاء يعني بهذه الكيفية وستطرح هذه الحلول، ومن بين هذه الحلول ما سبق الحديث عنه من قبل الزميل زيد الشامي، خاصة ما يتعلق بالعبث الموجود في إطار موازنة وزارة الدفاع والداخلية. هناك عشرات الآلاف من الأشخاص لهمين أيوة يعني يتقاضون، يعني مش يتقاضون يعني على حساب أسمائهم الوهمية. يعني أيضا أشار إلى البذخ في تصرفات نعم. الحكومة والوزراء والمرافقين أكيد والسفريات. أكيد هذه الجوانب كلها يعني ينبغي أن تختفي. هذا إذا أردنا أن تسير الأمور والصناديق السيادية وأن توصل الناس إلى حلول وشركات القطاع العام التي تخسر ولا تربح. نعم نعم يعني جملة من لا أجد نفسي مضطر أن احنا نعيد ما قال، فأنا مع على ما جملة تفصيلا يعني. نعم نعم حياكم الله. هل أنت متفائل؟ نعم متفائل يعني بالجلسة. حقيقة كما قلت لك تفاؤلي مأخوذ أو مستمد من تلاحم المجلس بهذه الكيفية وحرص الجميع على التوصل إلى معالجات لهذا الوضع، وإن كانت معالجة مرة لكن علينا أن نتحمل جميعا المسؤولية، وكلنا في سفينة واحدة نخشى أن تتفاقم الأمور ونصل إلى ما لا يحمد عقباه، وإن شاء الله لن نصل إلى ذلك. هل تتوقع أن تكون من ضمن المعالجات الجرعة رفع الدعم؟ ما أظن، هذه مسألة مستبعدة ومحل إجماع الجميع، لا يمكن أبدا، وأنا من بين الذين لا يرضون عن هذا. نعم. مسألة أن نحمل الشعب يعني هذه المعاناة، يعني إجراءات من ضمنها حماية الأنبوب، ربما حماية الأنبوب أقول لك التقشف. الوسيلة الوحيدة لحماية الأنبوب أو الأنابيب هذه اللي تفجر بين وقت وآخر والتي أرهقت كاهل الدولة وأوصلتها إلى هذا الحال، المعالجة لها يعني معالجة بأن يتفق الكل على أن تقوم القوات المسلحة والأمن بدورهم وواجبهم الوطني في متابعة وإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم، ولا توجد ذريعة لا لوزارة الدفاع ولا لوزير الداخلية على النحو الذي طرحه وهو يرد على بعض الاستجوابات، قال أنه لا توجد تشريعات دكتور رادعة نعم. وكذا، لكن النصوص موجودة سواء في إطار القانون العقوبات الذي يحرم، تعتقد أن على الدولة بواجبها الذي يحرم ويجرم نعم. أي اعتداء ويعتبر أن ذلك حرابة ونعم، وينطبق عليه قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلا فرق بين من يعمل دكتور هذه محمد نعم. الشرفي نعم. رئيس كتلة العدالة والبناء والوزير الدولة السابق
لشؤون مجلسي النواب والشورى. شكرا لك على وجودك معنا، وعلى أعتقد أن حضورك كان قويا، وأعتقد أنك وكان أفكارك أيضا واضحة بأن البلد لم تعد تحتمل المزيد من إلقاء الاتهامات بين الأطراف المشكلة منها الحكومة. وأعتقد أن أنا أضم صوتي إلى صوتك أن على الحكومة أن تقوم بواجبها في حماية الأنبوب وفي أيضا معالجة الأزمات التي تمر بها. ومسألة مهمة أيضا في أن يعني تنهي المظاهر المسلحة للميليشيات أيا كانت تحت أي مسمى، وأن تبسط نفوذها إلى يعني على كل الأرض اليمنية. هذا دكتور محمد الشرفي رئيس كتلة على دار البناء، شكرا لك، على أمل أن نلتقي بك في حلقات أخرى قادمة. أعزائي المشاهدين، لا يزال حديث المساء أيضا متواصلا معكم، ولكن بعد الفاصل.